أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم مجالسة من يبدع الناس ويضللهم ويفسقهم ويحزبهم؟ هذا قلنا اتركوه، ابتعدوا عنه، هذا داعية، داعية للضلال، ما هو بضال فقط، بل هو داعية للضلال، يجب مقاطعته والابتعاد عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.